مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده وحلقه مميزه من برنامجكم الوطني رواد الاعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقه نستضيف رجلا مميز، ومن زاويه رجال الاعمال الاكثر تميزا رحبوا معي بالسبيشال بزنس مان المستر بويا، الاونر وصاحب شركه بريمو كابيتال العقاريه. بدايه اسعد الله اوقاتك استاذ بويا. مرحبا بكم. مرحبا استاذ بويا. طبعا بالبدايه انا فخور جدا اني انا موجود داخل الشركه. شكرا، الفخر لنا. خلينا نتعرف عليك اكثر ونعرف المشاهدين عن بداياتك في هذا الموضوع من خلال تجربتك. تفضل. انا اسمي بويا ماندافي، جنسيه ايرانيه، وكنت من طفولتي بالامارات، وسافرت برا البلد، بس الحمد لله رجعنا على البلد قبل 6 سنين. وكنت بشتغل اول شيء بالايفنتات، هوستنج ايفنتات، معارض. واحدة من المعارض كانت لشركه اعمار، اشتغلنا مع شركه اعمار، وعلى هذا الطريق تعرفت على مجال العقارات. وصراحه يعني انصدمت بهذا المجال بدوله الامارات وبالتحديد دبي، وكميه المستثمرين اللي يجون على هذه المدينه، والمشاريع الموجوده يعني مختلفه تماما عن تقريبا أغلبية البلدان وأغلبية المدن بالعالم. فحبيت المجال وحبيت الفكرة ودخلت بالموضوع، واشتغلت تقريبا 3 سنين كمندوب بهذا المجال. والحمد لله قبل سنة فتحنا الشركة، لأنه صراحة يعني البوتنشل اللي موجود بمدينة دبي خلاني أنه أغامر وأحط فلوس اللي عملتها بهذه 3 سنين اللي اشتغلتها كمندوب. جميع الفلوس اللي جمعتها بهاي 3 سنين قامرتها كلها وحطيتها بهذا المجال. وصراحة كان خيار جدا سهل، لأنه البوتنشل أنا شفته خلال 3 سنين اللي اشتغلت بهذا المجال. ما شاء الله عنك مستر بويا، يعني حققت إنجازات واكتسبت الخبرة خلال السنوات الماضية، ولكن أحسنت في اللي هي إحنا بنسميها انك تتجرأ وتفتح هذا البزنس، انك تغامر وتاخذ الريسك، وربنا ولي التوفيق بالبدايه وبالنهايه. طبعا خلينا نتعرف من خلالك على شركه بريمو كابيتال، على خدماتكم اللي انتم بتقدموها لهذا المجتمع الاماراتي. صحيح، نحن نتخصص بالبريميوم بروبرتيز، عقارات خاصه، وعقارات اغلبيتها سواء تكون على البحر او فيلل خاصه او شقق خاصه بالداون تاون. فاسم الشركة بريمو كابيتال، بس تحتها بريميوم بروبرتيز، يعني عقارات بريميوم. فنحن نتخصص بهذا المجال، طبعا نشتغل على جميع العقارات بس تخصصنا على هذا المجال. وفرقنا مع باقي الشركات انه عندنا عقارات مميزة، عندنا عقارات مميزة بس موجودة معنا، متاحة معنا، والملاك والمستثمرين خصوصا بهذا المجال، بهذا الفئة من العقارات، بيحبوا يتعاملوا مع شركة تكون متخصصة بهذه العقارات. صحيح. فهذا الشيء ساعدنا كثير، انه ما اشتغلنا على جميع العقارات بس تخصصنا بشيء خاص وبمناطق خاصة مثل داون تاون، الجي بي ار، نخلة جميرة، والفيلل والشقق اللي موجودة بهذه المناطق. يعني كهاي كلاس، هاير كلاس، صح، اعلى كواليتي. والشيء المختلف السيرفيسز اللي نعطيها. فنحن زبائننا VIP اغلبيتهم، وسيرفيسز خاصه نعطيهم. السيرفيسز من شملها شامله البروبرتي مانجمنت، اذا بده ياجرها، اعاده بيع، جميع حتى الفيرنيشينج، حتى تغييرات جوا الفيلا او الشقه، مينتيننس. احيانا مثلا يكون عندنا زبون مشتري شقه 3 بدروم ومشتري غرفتين وصاله، فمشتريها جنب بعض، نحن نكسر الحيط ونعملها شقه واحده كبيره، نعملها شيء بريميوم، نعمله شيء خاص مختلفة بالبناية أو بالمنطقة كلها. طبعاً بأدق وأعلى التقنية. أكيد 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 أكيد. فبالنهاية يكون عندنا نحن نقترح عليه هاي الفكرة، فبالنهاية هو عنده شقة مميزة one of one، ما في أي مثيل لها بالبناية أو بالمنطقة حتى. وطبعاً تخصصنا الثاني هي الاستثمار، نحن نعمل portfolio manager للمستثمرين، عندنا partnership مع شركات كبار مثل عمار، مثل شوبا، مثل ألينغتون، داماك، مع جميع الشركات، ونختار الأحسن والأفضل للزبون. فالزبون بده يعمل portfolio بدبي، هلا سواء 10 مليون 20 مليون شو ما كانت 5 مليون، نحن نختار له الأحسن حسب طلباته، حسب الانفستمنت استراتيجي اللي هو عنده إياها، نشرح له الأحسن، سواء هو يفكر بالإعادة بيع
ويفكر بالإيجار تكون أفضل لإله اللي أفضل لإله برافو عليك. ونختار له الأحسن ونعمل له بورتفوليو بالعقارات. برافو عليكم والله. من قناة ABC العربية بنتمنى لك التقدم والنجاح أكثر وأكثر. شكرا. وفعليا أنا كثير فخور ومبسوط، عارف ليش؟ لأنه لساتك في مراحل الشباب في شكرا. عمر الزهور. شكرا. فإن شاء الله تكبر مع هاي الشركة ونشوف بريمو كابيتال في كل بلدان العالم. شكرا. وليس هون بدبي. شكرا. تستاهل وبتستحق. شكرا. الآن خلينا نتعرف على الرؤية المستقبلية لإلك مستر بوي. وين بتشوف حالك بعد سنتين أو ثلاث من الآن؟ نحن تركيزنا بصورة عامة مثل ما خبرتك بريميوم بروبرتيز. الفكرة بالمستقبل هي التطوير، نحن حابين ندخل مجال التطوير وعندنا يعني بلانز لمشاريع على شارع الشيخ زايد إن شاء الله. ما شاء الله. فهاي رؤيتنا بالمستقبل، وحابين نعمل يعني شقق أو بروجيكتس مناسبة لهاي المدينة بدبي. الكواليتي جدا مهم واللوكيشن جدا مهم، نحن اخترنا لوكيشن مثل شارع الشيخ زايد، وان شاء الله حيكون شيء بالنسبه للكواليتي، بالنسبه للامينيتيز والفاسيليتيز الموجوده بالبنايه، حيكون شيء مميز ويميزنا عن باقي المشاريع. وجدا صعبه صراحه بدبي لانه كل مشاريع دبي ما شاء الله مميزه، وعندنا مش مشاريع يعني ما تشوف مثيل لها بالعالم. فالمهمه صعبه بس ان شاء الله ننجح فيها. ان شاء الله تكون قدها، واحنا متاكدين انه انتم قدها، وان شاء الله بنزوركم هناك. ان شاء الله. ان شاء الله. الشرف ان شاء الله. الان كوننا احنا موجودين بدولة الامارات، الدولة الرائدة في منظومة الامن والامان، في اعلى برج بالعالم، في المدن نعم. الخيالية اللي موجودة في عمر زمن قصير جدا اللي هو 50 سنة. نعم. فاحنا بدنا رسالة شكر من بريمو كابيتال ومن نعم. الاستاذ بويا كصاحب الشركة لشيوخنا وحكامنا. اكيد. اول شيء انا حاب اتكلم عن الاشياء اللي صارت بدبي خلال هاي اخر 20 سنة خلينا نقول. نحن بخصوصا نحن المجال العقار نشوف هذا الشيء اكثر من الباقي، لانه المستثمرين اللي يجون بيستثمروا بمدينة حابين اهم شيء لهم الامان، اهم شيء لهم الستابيليتي موجوده بالمدينه. نحن شغلنا 10% 90% هي الحكومه قاعد تسوي. صحيح. الشخص اللي يجي على دبي اوريدي هو مقرر انه يشتري بدبي، ليش؟ لانه عارف السيستم هون، عارف الامان هون، عارف الرفاهيه الموجوده. فنحن شغلنا جدا سهل، يعني الشغل كله مسوينه. فحابين نحن نتشكر شيوخنا حكامنا والامان اللي عندنا، يعني مديونين لهم، والشغل اللي عندنا يا كله مديونين لهم. وان شاء الله بلد الخير دائما خير. طبعا شكرا لك استاذ بويا على هذا الكلام الطيب. طبعا الشكر موصول من قناه ABC العربيه ومن هذا المنبر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات وجميع الشيوخ والحكام دولة الإمارات. وما ننسى نخص طبعا حكومة دبي، هي الحكومة الأسعد على مستوى العالم، لأنهم دائما بيقدموا لنا التسهيلات والسعادة لنا كمواطنين وكمستثمرين هون. وبنتشكرك على حسن الضيافة وعلى الاستقبال شكراً. الرائع في شركة بريمو كابيتال للعقارات. إن شاء الله دائما مزيد من التقدم ومن النجاح. قبل نهاية البرنامج خبر المشاهدين وين احنا موجودين بدبي. تفضل. نحن موجودين ببي سكوير بناية رقم 1 بالبزنس باي دبي، مكتب رقم 103. جميل. طبعا مشاهدينا الكرام ارقام التواصل في اسفل الشاشة مع الويب سايت والايميلز لشركة بريمو كابيتال للعقارات. شكرا لك مرة اخرى لوقتك. شكرا. 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 مشاهدينا الكرام الى هنا نختم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي امان الله.